هلا رح نعمل حلى الشوكولاته البارد، وخلينا نعرف شو مقادير هالوصفه. محتاجين لبسكوت شاي 500 جرام شوكولاته، محتاجين 200 جرام زبده، وكوب كرز مع كوب جوز. بس هيك يعني مكوناتها مش كثيره صح؟ بس هذا؟ بصي انا مش لازم تبقى المكونات كثير علشان تبقى الوصفه حلوه. يعني في ناس كثير مثلا يسالوني على وصفه اقول لهم كذا كذا بس. طب هو لازم يعني تبقى الوصفه مليانه مكونات عشان تبقى حلوه؟ خالص. فدي من علمك من الوصفات اللي كثير سريعه ولذيذه وشكلها حلو وفي نفس الوقت طعمها حلو. طب شو عم تعملي انت؟ غلفت القالب اللي عندي بالنايلون علشان يسهل عليا قلب الطبق الحلو بعد ما يطلع. دلوقتي بس احنا حطينا الشوكولاته على النار علشان خاطر عملنا لها حمام مائي علشان تدوب. تدوب على البخار. بتدوب على على بخار المايه اللي تحتيها. طب لو حطيناها بالمايكرويف بتدوب؟ ما هو ما فيش مايكرويف. لا عاده يعني اذا مثلا بتدوب ممكن نحطها بالمايكرويف بسهوله. بس يعني لازم ايه 30 ثانيه ونقلبها. 30 ثانيه ونقلبها. لو سبناها طول الفتره من غير تقليب لا والحروف كلها بتتحرق وبعدين بتفصل وبتبوظ. اذا 30 ثانيه ونقلب. ونقلب يعني لازم 30 ثانيه ونقلب، 30 ثانيه ونقلب لغايه ما ناخد الدرجه اللي احنا درجة الذوبان اللي احنا عايزينها. طيب شو رايك عبين ما تدوب الشوكولاته نحكي في موضوع؟ يلا. شو الاشي اللي ممكن يحبط غاده التلي؟ لا غاده بشخص انا يعني كشخص بصي انا دايما فاجأتي من السؤال. ايه يعني افتكرت الناس كلها. مش مشكله خلينا نبلش فيكي. بصي انا الحمد لله يعني من النوع اللي لما يعني اي حاجه بتحصل بتبقى مش يعني مش زي ما انا متوقعاها او عكس اللي دايما 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 انا ببص على نص الكوبايه المليان. برافو. فمثلا حصل حاجه مش كويسه بشوف ايه الايجابيات بتاعت الحاجه اللي مش كويسه دي وبحاول اتناسى تماما الحاجه الوحشه اللي حصلت نفسها يعني. في كتير يعني مثلا انا مره نزلت صوره بس عايزه اوريكي في ناس قد ايه بتبقى شخصيتهم متركب فيها الاحباط. نزلت مره صوره بتاعت حقل زهره البنفسجي دي اسمها بنفسج؟ زهرة البنفسج. بصي منظر مش معقول قد ايه رائع، وواحدة راكبة عجلة بسكليت وماشية فيه، فالصورة كلها عبارة عن لون البلوزة بتاعتك والست دي ماشية بالبتاع، لا ماشية على رجليها. ماشي على رجليها. فكل الناس انه ما شاء الله وانه ايه ده وانه يجنن انه شكل الطبيعه حلو كتير يعني مش ممكن تشوفي الصوره دي الا لما تقولي انه صوره رائعه. بس في واحده كتبت لي ايه انا مش ممكن امشي في حقل زي ده لاني هخاف من العقارب والتعابين. شوفي هي يعني هو فعلا ممكن يكون في تحت عقارب وممكن يكون، بس قصدي كيف نظرتها للامور صح؟ يعني لما هي كتبت كده انا كتبت لها قلت لها ممكن نلاقي ده فاضع لانه فعلا هي خلتني اشوف حاجه انا مش شايفاها. لا شوفي سبحان الله كل واحد حسب نفسيته بيعبر عن اللي بداخله. بالظبط. كل انسان شو في بداخله بيعبر عنه بطريقته. اكيد هذا الشيء اللي صار بداخله نتيجه ارهاصات، نتيجه يمكن تجارب. كثير في اشخاص بمروا بتجارب قاسيه انا غاده طبعاً. يعني انا ما بدي الومها اللي كتبت لك او ما، لانه اكيد لا 100% بده يكون. انا لو حطيت نفسي وحتى ما بلوم اي حدا محبط يمكن بعبر عن رايه بطريقه يمكن يكون الصوره حلوه كثير جميله، بس اي شخص ممكن يعبر بطريقه ثانيه مختلفه نتيجه الظروف اللي بمر فيها. هي لذيذة البنوتة وأنا بس هي فعلا يعني خلتني شفت حاجة أنا مش شايفاها. أنا فعلا لو واقفة والمكان ده قدامي على الطبيعة وهحبه وإنه يجنن وكل حاجة، بس فعلا إن أنا هتردد أدخله لأنه فعلا ممكن تلاقي حاجات صح مظبوط. بس أنا ما كنتش واخدة بالي يعني. بس هي كلامها مظبوط. ففي ناس بتبقى لا المشكلة وين يا غادة؟ المشكلة إنه يكون هاي صارت عادة مع الشخص انه دائما يحبط الاخرين ويحبط الاشخاص اللي حواليه. هو ابراهيم الفقي قال ايه؟ قال ايه؟ وناس كتير اكيد قالوا زيه يعني، بس دائما بيقول لك ابعدي عن الناس
اللي هم بيجيبوا إحباطات في حياتك. يعني صح. انت مثلا، انا مثلا اول ما جيت ابتدي اشتغل مثلا عايزه اعمل كيكات، كنت في الاول كنت بعمل كيك انا وبزينه وببيعه. انا باكد لك انه في كتير ناس قالوا لك هتفشلي يا غاده إيه ومفيش داعي وانت عايزه منه غير. طبعا في كتير من هالنوعيات من الناس. طيب دلوقتي حطيت الزبده. حطيت الزبده لان خلاص قربنا نحصل على الذوبان الكامل. طيب فالمهم وايه وايش بدك فيها وليه تقعدي وتبيعي وتغلبي نفسك وانت بعدين عملتها انه الحمد لله الحمد لله مشيت. الموضوع الكيك بعدين ابتدت الناس تقول لي طب انت ليه ما تعلميناش طبخ؟ هتقعدي طب هو في حد بيعلم طبخ؟ كانش لسه في حد بيعلم طبخ خالص في البلد تماما، يمكن يعني ما كنتش سامعه عن حد كان في مركز قبل انا ماجي الاردن كان فاتح مش عارفه فين في جبل عمان او شمساني. وبعدين خلاص ما حدش بيعمل. وايه ومنين جات لك الفكره ودروس طبخ ايه؟ مش عملت دروس الطبخ على اساس ان انا اعملها مره في الاسبوع. الكلام ده يمكن من 8 سنين. اتفاجئت ان العدد اللي سجل عندي اضطريت افتح لهم مرتين. بس كان في برامج طبخ على مش برامج درس في البيت. درس في البيت في المطبخ. عندي في مطبخي. فاتفاجئت انه ماشي الحمد لله. وبعدين انه ليه ما تعمليش كتاب؟ بعدين ابتدى الكتاب يعني فاهمه ابتدت توسعتي بس كتير كتير حواليا مش كتير أبداً. لا مش كتير بس قصدي يعني كل الناس اكيد حواليها ناس بيحبطوا وناس بس نسبه الناس اللي بيحبطوا اكتر للأسف. بس انا ما ببعدش عنهم خالص. يعني بيفضلوا حبايبي وبيفضلوا بحبهم وبسمع منهم كل الكلام بس الشطاره ان انت ما ياثرش فيكي طبعا. وكتير ما احنا بنسمع تعليقات على بيتكتب لنا حاجات زي الفل كلها بس مش مهم. لا بس يعني شوف انا بقول لك كل التعليقات اللي بتنكتب سواء كانت حلوه او سلبيه يعني بالنهايه يمكن انا بقول لك هذا رايي اشخاص وفي ناس ممكن تكون مش قصده يعني تاذي بس لعلمك انا باخد يعني في تعليقات كتير بتاخديها على محمل الجد بشوفها كده وبنزل ولا كاني شايفاها بس في تعليقات بتبقى سلبيه بقف عندها وبقول فعلا عندهم حق. يعني طب ما صح، طب انا ليه عملت كده؟ طب انا ليه مش لابسه مثلا جوانتي زي ما هم طالبين او مثلا يعني في حاجات بحس لا في ملاحظات بتكون بقف عندها وباخد بيها وبتهمني لمصلحتنا لمصلحتنا. وفي حاجات تانية ما يعني خلاص هتعملي ايه؟ ارضاء الناس غايه لا تدرك. صحيح. طيب هلا دابت الشوكولاته. طيب فاضل لها ثواني. الثواني دي احنا هنعمل بقى فيها ايه؟ هناخد البسكوت اللي عندنا. فين الجوانتي اللي هم الناس بيحبون يلبسوه؟ ما قلتي لي تنين زبده حطيتي مش هيك؟ اصبعين زبده. اصبعين زبده اللي هو 100 جرام. هو ده تقريبا يعني زي الفدج شويه زي الفدج. مش عارفه هو بتاع ده بثلاث صوابع ولا ايه؟ في واحد مش شايفاه انا. اوكي هلا بعد ما تذوب بالشوكولاته مع الزبده هناخد البسكوت بس مش هنكسره طبعا ولا حاجه وهنحطه بالعرض مش بالطول بالعرض عشان يغلف لي قاع القالب كله عندي. طبعا لو القالب اكبر من ده يمكن يعوز اكتر من كده شوكولاته يعني يمكن احنا عاوز تعملوا العيار مره ونص. طيب هناخد دلوقتي الشوكولاته اللي عندنا ده بالتمام تقريبا. اوكي خلينا ناخدها ونبتدي نحط شويه على القالب. اذا حطيتي طبق اول بسكوت. اوكي بعدين بتحطي الشوكولاته. بحط الشوكولاته كمان طبعا بحس ان هي تغلف كل البسكوت اللي عندي وطبعا في القلب مفيش اي مشكله لان احنا حاطين. طب قولي لي الشوكولاته بتكون سخنه مع هذا ما بيأثر؟ لا 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 هنحط الجوز
طيب، وهنحط على فكره ممكن نستغنى عن الكرز ده ونحط فواكه مشكله مجففه جاهزه برضو. اوكي، الكرز هناخده بس نقطعه شويه، يعني بنقطع كل واحده 4 تقريبا وبنوزعه. وزي ما قلنا ممكن نستعمل فواكه مجففة، ممكن نستعمل مكسرات تانية، ممكن نستعمل بندق، ممكن نستعمل كرز طازة، يعني كل واحد طبعا، بس هي المهم الفكرة حسب المتوفر، حسب المتوفر وحسب الذوق، بس احنا بنوصل فكرة وطريقة والمكونات لو هم بيحبوا يغيروا فيها عادي. طيب دلوقتي هنرجع نحط تاني بسكوت، هو تقريبا بياخد طبقتين بالطريقة دي. ممكن نضيف جوز هند صح؟ ما انا بقول لك شوفي ازاي يعني عجبتني فكره الجوز هند، ونرجع نحط بالظبط كتير تبقى لذيذه. خلينا نشيل دي، نرجع تاني نحط شوكولاته، وترد تحطي كمان الجوز، ونفضل كده لغايه ما هو تقريبا بياخد رقتين. يعني هو هياخد كمان رقه يمكن وخلاص، بنكرر الخطوات دي لغايه ما بيخلص عندنا القالب. بس آخر لازم تحط البسكوت، اخر حاجه بحط اخر حاجه بحط الجوز مع بالظبط الكرز، بعدين بنطلع اللي احنا حاطينها، بنحطها طبعا في الثلاجه، مش محتاجه هي فريزر، يعني هي الثلاجه بتخليها بس بالثلاجه. اوكي، قديش بتقعد بالثلاجه؟ يوم؟ اقل من يوم. شوفي ازاي بتطلع بمنتهى السهوله. زي ما انتم شايفين اخر طبقه خليناها اللي هي الكرز والعين الجمل، على فكره دي من الحاجات اللي ممكن تتعمل وتتحط في بوكس مثلا هديه لناس احنا رايحين لهم زياره. شوفوا قد ايه شكلها لطيف، حلو، شوفي قد ايه لذيذة. دي مين عينه فيها؟ كلنا. انا اولهم. كتير لذيذة يا رندا. هلا حدوها. يسلم حبيبي. لا بس كتير هلأت، كتير لذيذة. مش شوية. خلينا نقدمها كده، نقدر نكسر منها تاني ولا ايه؟ عشان دي اتكسرت شويه. خليها كده. وفي انا مخبيه وانا ما قصديش اخبيها، بس هو يعني ال كل الناس بتحب نوع الشوكولاته ده، فبرضه اللي حابب ممكن يحط منها على فوق على ايه رايك؟ رهيبه صح؟ والله بنصحكم تجربوها، لان فعلا طعمها لذيذ جدا جدا، وزي ما انتم شايفين سريعه ما خدتش وقت خالص. يسلم ايديك يا غادة. يسلمي. اذا هيك اليوم عملتي لنا اسياخ الكفته الهنديه مع سلطه اللبن والحلا الشوكولاته البارده.